الاستعدادات كاس العالم مصر، عندنا ماتش انجولا بعدها الجابون، عملنا ايه في بالنسبه للمنتخب، بالنسبه لطلبات المنتخب، الجهاز الفني وفرنا له ايه، مشاركه صلاح والنهارده الاعلان الرسمي ان صلاح مش موجود معانا، ايه اللي تم الاتحاد الانجليزي في هذا الامر؟ لا هي الفكره في الحكومه الانجليزيه مش الاتحاد الانجليزي، لان هو انت عارف ان هو في حجر لو 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 رجع وجه، فانت بتتكلم في اكتر من هيقعد 10 ايام بعد ما يرجع، فالمساله ممكن تكون كانت صعبه. المشكله مش كانت عند صلاح بس، يمكن صلاح ومحمد النني في المباراه الاولى اللي في مصر، وكتير من اللعيبه البرازيليين كمان اللي موجود في الانديه الانجليزيه، الموضوع ما كانش علينا. ويمكن لو حضرتك تابعت الاتحاد الدولي نفسه حاول يتدخل، ومستر جاني انفانتينو عمل يعني بيان وطلب للحكومه الانجليزيه، يعني في مش عاوز اقول خلاف، لكن يعني على الاقل خلاف في الرؤى في المساله طبعا، لانه بينعكس ان كل اللعيبه المهمه في العالم، هو حتى كتب كده في بيانه، في انجلترا وفي اسبانيا مثلا وبعدهم بعض الدول الاوروبيه، لكن الاثنين دول لو انت النهارده منعت اللعيبه المؤثره دي انها تروح منتخباتها، فانت بتاثر بشكل كبير جدا على التصفيات كلها وعلى الفرق اللي ممكن تتاهل من عدمه. خلاص احنا بنتكلم في الاجنده اللي جايه، الكابتن حسام محاوله ان يبقوا موجودين في الجابون، مش المباراه الاولى في مصر، لان خلاص المباراه الاولى يوم الاربعاء، يوم الاربعاء اللي هو يوم واحد. ان شاء الله باذن الله. انت عارف ان احنا عندنا الست مراحل على طول بعد تاجيل سبتمبر يونيو، عندنا سبتمبر مرحلتين اللي هم انجولا في مصر والجابون، ده واحد وده خمسه، ثم مباراتي ليبيا هنا وهناك، ثم مباراتين الاخيرتين انجولا والجابون. اول المجموعه ان شاء الله باذن الله مع تسع اوائل تانيين هيكون بينهم قرعه ان شاء الله باذن الله، عشان شهر 3 يبقى البلاي اوف اللي هم ماتشين الذهاب والعوده. ان شاء الله باذن الله تكون مصر في قطر 2022 في كاس العالم، لان يعني ان يبقى كاس عالم موجود في المنطقه، والمنتخب المصري مش موجود ضمن 32 منتخب موجود، ويكون علم مصر مش من ضمن 32 علم موجود، ده شيء يعني مش كويس. ان شاء الله باذن الله نثق في الكابتن حسام البدري وجهازه ومجموعه اللاعبين والنجوم المختلفه، نتمنى ان كله خلاص يرمي ورا ظهره بقى ظهره خلافات المسابقات المحليه دلوقتي اسمه المحليه مصر. خلاص انت بتتكلم مصر. على منتخب مصر كل اللي ممكن يحتاجه المنتخب ان شاء الله باذن الله احنا بننفذه فورا باذن الله. عندنا حتى الرحله الجابون ان شاء الله طبعا كالمعتاد المنتخب المصري خلاص بقى لنا سنين بنسافر بطياره على طول المباريات من الشركه الوطنيه، يعني شركه مصر للطيران ان شاء الله باذن الله هيكون معانا الطياره نخلص الماتش في الجابون. نتحرك رحله خاصه يوم ثلاثة رحله خاصه نتحرك مصر يوم ثلاثة يوم خمسة بعد المباراه ليله المباراه اللي هو فجر 6 هتبقى معاهم رئيس البعثه ان شاء الله باذن الله. ما ينفعش يبقى مش موجودين في كل المباريات. والحمد لله احنا كنا في 2017 2016 برضو موجودين في كل، كان موجود مهندس هاني بريده رئيس الاتحاد واحنا كنا موجودين معاه وكنا متواجدين في اغلب المباريات. ان شاء الله باذن الله مع بدايه التصفيات نسلم اتحاد جديد، يعني انا اخر مرحله هلحقها في كاس العالم هي سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، المرحله الاخيره هتبقى في مارس، هيكون في اتحاد جديد ان شاء الله باذن الله هو اللي متولي الامور. امتى الانتخابات؟ والله الانتخابات الفيفا حد اقصى 5 يناير. الاول عندنا ان شاء الله تنشر اللائحه في الجريده الرسميه، بمجرد نشر اللائحه هنبدا نتكلم على الاتحاد الدولي ان احنا جاهزين بشكل كبير لحد ما يقتنع بالميعاد المناسب، احنا جاهزين في اي وقت نعمل الانتخابات بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. الحد الاقصى 5 يناير، احنا عندنا قبل 31 اكتوبر اللي هم الاربع شهور التاليه لنهايه السنه الماليه يجب ان يتم دعوه الجمعيه العموميه، يعني تدعى الجمعيه العموميه فيها، معانا 75 يوم بحد اقصى من بعد 31 اكتوبر. كل ما هنقدر نبدر وكل ما يتم التوافق على التبكير احنا ما عندناش مشكله ان شاء الله باذن الله ان احنا نبكر ونعمل انتخابات ويستلم الاتحاد مجلس منتخب، وان شاء الله باذن الله هو اللي يروح بطوله كاس الامم الافريقيه، ربنا يوفقنا يا رب في الكاميرون، ثم بعد كده ان شاء الله يا رب نكون اول مجموعتنا ونلعب مباراتين مارس ان شاء الله البلاي اوف.